FM. الكلمة ليك بلاش بوك بلاش بوك بلاش بوك بلاش بوك مرحبا بكم في بلاش بوك، نقعد معكم حتى لساعتين بعد شويه بعد اخبار نص نهار ونص. سخت ما يكون بحذانا ضيفنا في استوديو الفنان التونسي منير ترودي. كيف كيف اليوم نحكيو في بلاش بوك على قضيه معز بن غربيه، نحكيو كيف كيف على اعتزال حي جبنون، ونحكيو على هادي القليل الله يرحمه اللي غادرنا وخلانا وخلى كيف كيف في رصيد الاغنيه التونسيه برشا اغنيات مزيانه. اليوم كيفاش نجموا ننقذوا الفنان التونسي من حاله المزريه اللي يعيشوا فيها، وتحيه الفنانين الكليكه اللي مازالوا على قيد الحياه، والله يرحم الفنانين اللي متعونا لمدة سنوات وسنوات بغنيات مزيانة. بعد شوية الكلمة مع عبد الجليل سمراني وهلا ذوادي متود سويت غنيتنا الأولانية تكون التونس موعد ما أرضك يا بلدنا، هكذا تغني لا ديفا مينا فاخت في نهار 12 مارس 2015 على كابا فام. الله يا بلدنا والله يا أمينة أمينة فيختي توحشناها، اللي ماذا بينا نعاودوا نشوفوها، واليوم ماذا بينا يعاودوا يخرجوا لنا مطرباتنا اللي خلينا نقولوا ولا نسمعوهم كان في اللي غاديو مالوغوزمون. ماذا بينا يجيو يحضروا بحذنا في البلاتو في اللي غاديو ونشوفوهم في التلفاز ونشوفوهم كيف كيف على المسارح. حتى نص نهار 8 دقائق نمشيو للكلمة. الكلمة الكلمة اليوم حاير شكون باش نعطي الكلمة على خاطرهم زوز مقربين. اما نبداو بالاكثر نشاطا اللي هو عبد الجليل السمراني. فوالا دونك اكليت فريكاسي سبع برشا باش فيك صحه لبليبي عايش لك البارح. مرحبا حسن، مرحبا هلا. شاك ترا في واحد الصوت متبدل فهمني من الجريب. والله صوتك هكا احلى. شكون هو؟ انا في اسوء حالاته ديما احلى من صوت حسن من صوتك انت. انت البلبل، انت البلبل، احسن شيء كل شيء لحسن الهمالي في مدرستك طبعا. اي صحيح، انا كل شيء لحسن الهمالي بالنسبه مش نحيك من زوز نعطيك قلوب حاير انتم من نهار سبت في الليل بلاصتي عنا بلاصتي عنا تعوضوا على شيبي باش تعوضوا على شيبي يعاود جنيه قال لك نعطي معلومه معاش حتى واحد يناقشني. انا باش نعمل لك قبه ومعناه في سليانه فهمتني، فهمتي نعمل لك قبه فهمتني كيفاش كي عملت لي قهوه خير باش نعمل القبه نبني لك نبني لك اسمع نزرع لك من توا كرمة فهمتني. يجي شفت ربي تحفيك قهوة توزعت هذاك معاومة برشا فلوس شد لي توزعت يا خويا برشا فلوس الحمد لله برشا فلوس. اللهم لا حسد كي قلت بني لي قبة يا اخي انت تنبأت بحكاية لا حبيت نقول له ابني لك استناني نعرف الحكاية عندي شهر تستناني اش فيك ما قلتش يعرف يعني لوتر فوا تروا تسمع انا وحسن في اطار سكوب علاش ما قلت الناس في اطار سكوب علاش ما قلتليش قلت لي انت في الكواليس صحيح ما نكذبش اي في الكواليس قلت لك قال لك الحكاية بالضبط احكي لي هي احكي لي هكا معناها انا عندي شهر نعرف انه معز بن غربيه وسمير الوافي احتدمت العلاقه بيناتهم وكل واحد ولي لوج فيها الاخر. انت ذيك ظاهره من قبل لا 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 وتفاصيل مش ظاهره من قبل انا انا فما حاجه وجيت قلت راه حتى علاقه رديء علاقه علاء بهم رديء قلت لي لا علاء شوف انا نعطيك معطيات انا هم اصحابي اقرب لي منك نتقابلوا في كل الاماكن على طهارتها وعلى قذارتها. اي احنا نتقابل احنا وياك نتقابلوا كان في الاماكن الطاهره في الاماكن القذره اللي نتقابلوا فيها اطلاقا. انا ما عنديش مشكل نمشي انا بنتي ولا ننوي ان نتقابل لا لا نمشي في الاماكن القذيره وين نحب البلايص هذيك ايوه الابله. دونك انا كعطيت المعطيات خليه يتكلم مسكين اي سيدي كعطيت المعطيات مانيشني نستعرض في عضلاتي نو انا نعرف الحكايه تقريبا بنسبه 50% اما ما توقعتهاش توصل للنتيجة الخايبة هذه برشا إن شاء الله ربي يخلصوا حالهم. باهي اليوم في الكلمة استوقفتني الفنانة الكبيرة والعظيمة جد حياة جبنون كيفاش قررت الاعتزال والسبب الرئيسي كما ادعت قالت علاش ما طلعتش الكارتاج خلال مسيرة 20 سنة. يا لطيف اعتزلت هاي قالت شكون قعد لنا في الساحة؟ والله ما قعد لنا حد خلت فراغ رهيب. يعني انا ديما نقول ونعاود نقول شو بطلوا الفن في تونس شكون باش سكروا كارتاج في جره حي جبنون انا يعني كارتاج راه ماهوش مش باسم الجنسيه لازمك تطلع تغني على كارتاج امال ومش باسم الكاريير تطلع تغني على كارتاج كارتاج ماهوش سي ان اس اس باش تطلع انا هاوش نقول لك حاجه كارتاج انت... قيمه فنيه وقيمه ثابته قيمه فنيه وقيمه جماهيريه حياه جبنون قيمه فنيه لا ماهيش قيمه فنيه قيمه جماهيريه في العريس اما في المسارح كل شيء لا يعني حياة الكاليبر نتاعك معين اقعد غادي لو كارتاج خاطر طيحوا له الناس كل قدروا يطلعوا قبل في ما يبدو يسبوا يلزمنا ناخذوا كارتاج ومن بعد يجوا يقصوا له 56 كم قداد سيلي
فهمني، ومن بعد والناس الاكثريه وقتها تدخل بلاش، يخرج برا يقول لك قاسوا لي 4000. اذا ما تو كان يبدولها ويتبرعولها بسبكتاكل في كارتاج 2015 معناها تبطل قرارها وتراجع امورها وتقول ما نحبش نستقيل زعما. شوف هذاك بالنسبه لي انا، هذاك حب تعمل بوز ويلعن ابو البوز، قال الرجل ابو البوز من هب ودب. البوس ولا البوز؟ زوز. ومن بعد تجينا في اخر سيزون باش تقول راني تراجعت من اجل جمهوري، توا سهلك كلمه جمهوري. راهو الفنان يزمو في تونس 90% منهم عربنية، يولدوا فنانين يولوا عربنية، عكس الشرق يولد عربني يولي فنان. ماذا بين فنانين توانسة بربي السواد الأعظم منهم يحترموا رواحهم، كي يطلعوا في التلفزة يقولوا كلام معقول. وراهو وحاجة أخرى، النقطة الثانية، اللي يتعدى في التلفزة يقول احنا ممنوعين في الإذاعات. أيوة يا خويا، شنو الأغنية اللي تقدموا فيه أنتم جيد باش نمنعوك في الإذاعات؟ أنا والأغنية والعاتي ربي ماشي، هو كتبها ملحنها عزين البيجي وتعاركوا عليها، فهمتني؟ انا صلحت بيناتها وقت بلا مش صلحت بينات، انا حاضر في العركه باش نفهمها. فهمتني؟ يعني هالكلمات هالاغاني هذه باش تخليك انت قيمه فنيه وتطلع تطلب المهرجانات، وهذوما يتعديوا في الغناء، هذوما يحطموا الناس. عملت ليلى، عملت انت ربع اغنيه واحكي على العباد، انت ما عملتش حتى ربع اغنيه. انا لا عسوله لا مهمتي النبر، انا مهمتي النبر. سايب الراجل خليه ينبر على روحه. بون بوغ قال الاخر بوغ كونكلور قبل ما نخرجوا مع البوب، بالنسبه لحياة جبنون انت في رايك فرقعة اعلاميه با بلوس، عكس ما شفنا بنتها في كلام الناس اوركستري، تحس هالحكايه؟ لا الحكايه بيان 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 تابي، تقول انت مخدومه. أيوة. بطريقه باهيه باش حياة ترجع الاسهم نتاعها. وانت شوف حتى طريقه البكاء تحسها مصطنعه. مش مشاكل بكاء تلقائي يعني عندي تخصم على روحها باش تبكي. شوف انا صديقتي حياة جبنون، انا صديقتي ما انا راهو كل حاجه انا باش تكلمني حزها بعد ما ساعتين نخرج من الاستوديو باش تقول لي حسن إذا جاءتك مظلة من قسم. هي المشكلة بتمشي حياة المظلة ويلي. الحمد لله. شو قلها خلي المظلة غدوة، خاطر غدوة باش تشتت الدنيا. من ناقص الحمد لله صديقتك يا أستاذ. ناقص كيف جات صديقتك؟ صديقتي وصديقتك وعندها مظلة؟ مظلة مش تحب تعمل مظلة ولا مذلة معناها، عرفتك اللي هكاك تولي من أسماء الأضداد. على كل حال بعد شوية نحكيو معك أنت، نعطيوك الكلمة. حياة حياة جبنون. أنا حياة أنا عسولة ماليش حياة. بون أنت عسولة، بون هذا مما لا شك فيه. نعطيوك الكلمة بعد شوية سيغتنمون، نرجعوا نحكيو على حكاية معز بن غربية ونرجعوا نحكيو معك في بعض التفاصيل توت سويت. عبد الجليل السمراني ناخذوا بوست بوب وبعد نرجعوا نكملوا حديثنا. من جديد نصنار واربعة على كابا فيم، نقضوا معكم حتى لساعتين مكملين معك في الكلمة. الكلمة ليك هلا نويتي تفضل. من عطاه عين الناس اللي تسمع فينا، معطاه من عطاه عين احنا شو قاعدين نعملوا في استوديو وشنو هو نحكي وقبل وشنو نحكي وبعد. وحسن يوري فيا في تصويره قريت انه بعث لك بعد وعروسه تشطح في اصحابها وترسنيه غير ما نحكي لكم على الحوصه اللي هنا وعبد الجليل مبازع القهوه ولا يوريك ولا يروح الحاسب يا سيدي ان شاء الله خير. ايوه الكلمه 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 مشينا لافتتاح جي ام سي برك الفنانين تقول الكل يحبوا بعضهم معناها الكل بوس وتعنيق ونكت اللي هذا يحكي الاخر في نكته لطفي بوسنيق يحكي لطيفة في نكته وفرحانين والناس الكل سعداء لا لا مانيش نحكي على نحكي انهم الفنان الكل سعداء ويبوسوا في بعضهم اما انا تمنيت وتوحشنا خلينا نحكي وتوحشنا بعضنا وينكم معناها تقول فما علاقة حب بين الفنانين لا ترى الشمس معناها كل بطريقة رهيبة معناها فهمت يا سيدي إن شاء الله الحب اللي نشوفه فيه على الأقل في تصاور ربي يدوم المحبة إن شاء الله يقعد معناها في الفعل مش في تصاور وكهو إن شاء الله بالحق خاطر أنت الفنان ما يحبوش بعضهم الفنان جوست يداوي راسه هكا ياكل الكلاد يا ربي العمل عليك يقول لك مش كانت هذيك توا كذا وكذا وكذا قال لي انا حبيت نشوف انه احنا فرحنا شفنا لطيف وشنيق شفنا لطيفه شفنا اسماء معناها في الاغنيه التونسيه سونيا مبارك ايجالمون انا حبيت نشوف الكل
حاضرين على سور انسان. معناها تقول انت صوفيا امينه نوال جميع الكل مع الجيل تقول انت الذهبي نتاع لي زاني 80 جميع ما فماش راهو اي علاش هذا الكل اللي تسمي فيهم انت بخلاف لطيفه وبشنو لا نحكي لك قد كانش قد قد شفنا لطيفه ولطفي وسونيا مبارك معناها هذوما في سوليف سوليف سيده سوليف موجوده والهادي التونسي طبعا سيده سوليف اسامينا القدم موجوده معناها الفنانين الكبار والهادي التونسي ولادي التونسي صور صور يا مصور وحتى هشام نقاتي قالوا لي فركس عليك فركس علي انا علي انا اسالني قالوا ويني هذا الذوادي والكبارات الاخرين ما فهموش الكبارات نتاعنا راس نوعين انا حبيت نشوف صوفيا شادت ثنيه للجزائر ايوه امينه يدخل في فرنسا امينه فرنسا كثرت مشيت صابر ما نعرفش في بيروت في نبل في بيروت سخت الموت معناها نحكي الكبارات ولا في صفاقس كل واحد في مكان معناها وكأنهم لا علاقة لهم بأيام قرطاج الموسيقية. أي حبينا نقول غلطة الإدارة اليوم ماذا بها لو كان لمتهم الكليكا وعلاش ليه الناس كلها تسفر قلوب. سن سن ما يتلموش حتى محمد الجبيلي لو موجود ومطلع اللحية تلموا 2010 ربي اللحية 7 ديسمبر هو اخر دوره تعمل بسد نهار الحرق بعزيز يروح دوستمان الى وقت بعدك سلمى انا نذكرها وقتها انفيتي على الدوره في شمس فيم مع مريم بالقاضي هذيك وحرق روحه نهار الحرق بعزيز يروح قصيتو ما يتلموش ما يحبوش بعضهم لا لا خبر وقت متعدي انا بيرسو ماهوش حاجه ما يتلموش كان عرفتوا راكم عملتوا ثوره في الباتو تعرف علاش؟ لانه ايام كرتاج موسيقيه فيها نفس مسابقاتي وفيها جوائز اللي ياخذ جائزه باش يعتد بنفسه والمش ماخذ باش يحس روحه منهزم ايوه وبالتالي ثقافه الانهزام والانتصار ماهيش مقبوله في ثقافه الفنان التونسي دونك الثقافه نتاع تعربين نشارك ناخذ جائزه سينو ما نشاركش اللي مش باش ياخذ اللي مش باش ياخذ جائزه باش يعتزل الفن والفنانين باش ياخذ جائزه باش يسب اداره المهرجان باش يضغط على الوزاره ويطلع لها ويقول لها انا عاملي كبير برشا واكبر من المهرجان كان الوليد اللي اسمه فوزي ذاك اللي في السي ان اس اس هذا عمل الاغنيه ما تسمعش قال العمل ترفض لي في جي ام سي اكبر من جي ام سي يمشي يضغط على الوزاره باش الوزاره هكا ترضيهم ثقافه الترضيه ديما متوفره وتعطيهم شويه عروض مهرجانات فهمني وتحل كافر دم الذل والله بيني وبينك احنا عندنا برشا فنانين في تونس تحيل شكون باش تسمع معناها كان يتغشوا ويعتزلوا وينقصوا على الاقل شويه معناها سي بيان معناها تقول انت حياه جبنون تعب على علينا مزيه تقول انا ارتيست برشا فنانين انا حياه جبنون شمس الدين باش حبيبي شو ينقصوا شويه بون شمس الدين باش ما يعرفش مركز معاه شمس الدين باش يودي فك عليك سيخلي راجل يخدم على روحه ربي يعينه انا نحب انا بالعكس انا كما يقول موت سيتونغ ماذا بينا الف زهره والف ورده معناه انا قد ما فما فنان تونسي اليوم يقوله ويطبع بالتونسي ولا على الاقل يؤدي صحيح انا ماذا بيا بازيد فنان خاطر اليوم توحشنا انه نسمع اغنيه تونسي ولينا انه 2015 خلينا نكمل لك الفكره هذيا نعاودوا في اغنيه عمرها 100 وش سنه كيما بعد حبيب تحلى السهريه من عند صوت انا نحبه شخصيا سفيان الزايدي اما يلوغي دو تقول انت يعمل اون شانسون تونيزيان اليوم تعبر على شاب تونسي يعيش في معناه يعيش في تونس في 2015 اول واحد كامل اغنيه جديده يقول لك شكون باش يسمعني على الاقل اخرى مستانسين بها على الاقل وذن مستانسه بها برا هاوكا تو يفرحوا ويغنيهم لا لا بالحق سي سا بروبليم شوف يحبوا ياخذوا برشا مهرجانات وياخذوا برشا عروسات وكباريات يدخلوا برشا فلوس وما يحبوش يجوا شعراء يعني يعطي حتى الشعراء زاد راه سامحني شوف يعني. هو راهو عندنا كعبتين باستثناء الكعبتين هذوما الباقي الكل سماح اي ثلاثة أربعة مصر البلدي وحاتم باستثناء حاتم حاتم الجيزاني وجليدي العويني بدرجة أولى ثم شوية أسماء أخرى بدرجة ثانية كيما بشير اللقاني وكل شيء هذه وجهة نظري طبعا فهمني أما الأكثرية ولوا يكتبوا يا هيلر لم يريح كاتب أغنية لا أراك لا ومكروه كل واحد مهف الطيارة بيت محتار مش عارف أنا باتت ولا رجاها النوم ولا قعدت محتار فهمني مهف طيارة بيتني محتار يا رقدت ومرتاحة ولاباس يا مرقد ما جاكش النوم فهمني توا انت تكتبي لوتر فوا جايبين منا لهنا محمد جبالي فهمني بنين عليك مضروبه فيك تو هذا كلام ومن بعد يقول لك لا لازمك تعدي لي غنيات ايش مش تعدوا لا مش حلو سيرتو من عند الدوم محمد جبيل تو باغ اكزومبل عمل غنيه كتب غنيه بحا بحا لطيفه لطيفه حلوه تقول انت ولحنها وكل في فس مع ابخي تو تقطق هكا تعدى شو بحا معناها بحا كيف لا بحا بحا ما ثم شيء يعني كيما ولدك صغير كي ان شاء الله بعد ما نفرحوا بيك لو 5 مي بعد عوايم 2016 يجي تقول له يقول لك ماما ماما عندك فلوس بحا بحا
هذه لا شانسون نتاع كوتيدياني يظهر لي نتاع هيلا الذوات. قولوا يا ولادي تبحبحت. انا حبيت نعطيكم خبر مادام احنا منتخب نخدموا ديما اشور النيابه العموميه من قبيلك اذنت بالقيام بتسخيرات فنيه للاطلاع على فحوى المكالمات الاتصالات اللي جرت في قضيه زميلنا وسيم الحديثي والاعلامي معز بن غربيه والمنتج عبد الحق التومي وتقرر ولا تقرر تحجير السفر على الاعلامي سمير الويفي ومنعه من مغادره التراب التونسي الى حين الانتهاء من التحقيقات. على كل حال نتمناو بانه القضيه ما تخش اكثر. لا القضيه مازالت باش تتطور، مازالت باش تتطور اي، ومازالت باش تدخل مطبات كبيره برشا، لانه جذور الحكايه انه العلاقه الرديئه ما بين سامي الفهري وما بين معز بن غربيه بعد دخول سليم الريحي على الخط، كل واحد شهر سيفه من اجل الاتاحه بالاخر. جاء سامي، جاء مع سمير، قول انت بالو كانو استهدف معز في لاباس بطريقه حكينا فيها هنا، قلت راهو عيب ما يجيش كيكا. معز قاعد يخدم حس تحت مس باش ياخذ سيدي من اوراك باش تشوف قداش من واحد. راه انا نعرف ثم مدير جريده ابليكي في الحكايه، ثم مدير جريده حب يبتز حمادي طويل زاد. ايوه اي معنا الحكايه مش واقفه هنا، الحكايه ماهيش باش واقفه هنا. باش تلقى رجال اعمال باش تلقى، باش تلقى سيدات اعمال، باش تلقى رجالات سياسه، باش تلقى ناس تدعي الثورجيه او الثوريه وهم ثورجيون، باش تلقاهم متورطين في الحكايه. دونك ومعز كان باش يعمل، باش ياخذ سيدي باش يعمل به، تقول انت البوز في ليميسيون الاولى اللي هي التاسعه مساء لاستهداف سمير الوافي ومن ورائه استهداف سامي الفهري وقناه الحوار التونسي. يا اخي يا اخي التفاصيل الباقي تعرفوها العمليه فهمتني؟ لا فما حتى زملاء اليوم مذكورين معناها من غير سون لي سيتير فما برشا من غير ما لا انا سرية التحقيق نعرف نحترم من سرية التحقيق اللي مش عامل دروا ما نحترم سرية التحقيق وقت اللي سفيان السليتي نجم يصرح بيه نجم يصرح بيه. احنا عندنا معطيات خاطر تعرف انه في المواقف اللي كيف ما هذه انت ساعات تو زميل باغ اكزومبل كيف ما امين انا ضمنت معاه امين قال الحقيقه مع حتى سمير هاو تو ظهر امبليكي حتى وقت اللي بدا وطلع وتكلم وقال خاتيني ضمنت معاه باغ كوريكسيون تقول انت، قالوا لا وش بيكم في اخر وقت تتكلموا بعد نهار بعد نهارين. ساعات تلقى روحك راهو سول الشو. كان نحكي لك ما انا لنا سمعت به في الراديو كنا في ريونيون وسمعنا به الحكايه. دونك الى فالو دو طون انك باش تو في تا غوشيرش تعمل ريكوبمون تاعك وتعرف شكون ظلم شكون مظلوم باش توزن ايه. واليوم زاد ما نحبوش زاد كيف صحفيين قاعدين يعطيو في دي ديكلاراسيون تقول انت الامبورت بيس خاطر تو سامبلومون الصحافي راهو مش فوق القانون هذا متفاهمين منه. توا كي تطيح البقره تكثر السكيك انا معاك في الحكايه ذي شكون البقره؟ مع الاعلام البقره. انا انا نقول لك بونجور لاسونسور صورة بيناتنا الايام هذه اللي في بولدونيج هذا اول الغيثي قطر قال الاخر قطر ما هو نقول لك قطر نايمه قطر قالها اللي كاتب موسم الهجره طيب صالح. طيب صالح شوف انا نقول لك هذايا سني كول ديبو نتاع معز بن غربيه وغيره. تو تشوف اسماء اخرى اليوم تتجبد في القضيه هذه وباش تدور تو على الاعلاميين تو ايفون فويي لي كونت وباش نشوفوا فما عباد خلنا لغفله من الزمن تقول انت اللي هما ابطال تو نشوفوا تو تشوف لي بيلون. وان شاء الله انا نقول لو كان يحبوا يضربوا بيد بن حديد يا خويا يلزمكم تلوجونا ساعه قبل كل شيء الجمعيات هذه اللي تدعي انها اسلاميه ونمشيو للاحزاب بالذات للاحزاب هات اضرب لي قال 24 انا نقول لك ولا 25 انا نقول لك زيدهم صفر 250 يا بابا وزيد امشي لي للسياسيين وامشي للاعلاميين ولا احد اليوم فوق القانون. انا مانيش باش نميع القضيه لا ما تميعش القضيه. قول لي شنو نقول لك واحد كي يعمل تليفون من تاكسيفون يسجلوه عليه زاد يسجلوه عليه التاكسيفون بارتو منين تحب انت. انا حتى تاكسيفون ما نجمش نتكلم حتى شيء دونك مره جايه عسل روحك فاش قاعده تقول لي في التليفون. لا كلمتك لا قلت لك صلي على النبي. داكوت اوكي تو نقول لك انا تو بعد نفهموا فيه سيغ اون تيرمون نرتدي شويه خير يكون حاضر بحذنا بعد اخبار نص نهار ونص تو سويت شيخ دوفيلا موري من بعدها صافي قصيده في موج نص نهار ونص على كابا فيلم. هادي قليل الله يرحمه ويغنينا نرجع لك لازم نرجع لك. هادي قليل اللي غادرنا البارح الله يرحمه وينعمه. هادي القليل اللي عطانا برشا غنيات كيف ما ملك يا ملك منيره يا منيره عطانا يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك وبرشا غنيات اخرين ويا دار الحبيب ها يوسف تونس ده غنيه بنت الفلاح لما زوز حتى هو غنيه بنت الفلاح غنيوها زوز مع بعضهم. دونك ما هو تعرف بيا دار الحبيب اكثر يا دار الحبايب قول لي رحلوا فين ناذيك وملك يا ملك سخت انواع. هو يقول له تعرف يا دار الحبايب يقولوا فما شكون حتى كتبتها زكيه بي
في فوالا في في لامين باي فوالا كتبتها بنت الباي. وحتى كي نشوفوا في الكليب معناها هذا بيت الحكمة هذاك اللي كان قبل دار الباي، كي تقول لي دار الحبيب يقول لي راح له فين، فهمتني؟ غدرنا البارح على سن 83 سنة بعد الصراع مع المرض وبعد الصراع مع الظروف الاجتماعية الصعيبة اللي مر بها. نعرفوا انه عم ناول في السنة تقريبا في التوقيت هذا تحصل على منزل على وجه الإحسان من قبل رجل الأعمال بعد ما لقاش وين يسكن، وعاونوا فيها برشا مقداد سهيلي، ولكن بعد مدة خرج من الدار هذيك، خرج من الدار هذيك وأقام عند العائلة نتاعو وتوفى البارح. إن شاء الله الحالات الاجتماعية نتاع الفنان التونسي ما عادش نوصلوا للحالة كبيرة هذه. منير ولينا نشوف خلينا نرحبوا بمنير الساعة كبيرة يسمح بيك منير التونسي. يعيشك وبيك يا تونسي، شنعيشك نورك يا سيدي، يعطيك الصحة على هالسبكتاكل الساعة اللي متعتنا به في الأوفرتور، لقى استحسان عند الناس الكل ويظهر لي خذوا وعملوا أن بون شوا هكا ولا في الافتتاح، هما زوز كانوا حاضرين. أنا جايو لي زيكو الحقيقة ما كنتش حاضر دونك وراها شيء شرف يعني انه يقع كما اعتراف بالجميل معناها اي فولي اول مره تنصف جي ام سي منير التونسي شارك قبل وما ناخذ الجائزة. لا مش انا لا 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 انا 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 شاركت في جي ام سي الاولانيه اللي يا 4 طوا نهار 24 ديسمبر قبل لا شوت بن علي ايه سيتي في الدار الشباب والثقافه بالمنزسيس العرض ايه ومره شاركت في المهرجان كضيف زاد مش جي جامي ايتي دون لا كومبيتيسيون. كان اسمه مهرجان ايام قرطاج لا كانت مهرجان الغنيه. مهرجان الغنيه مهرجان الغنيه انت عاود شاركت في مهرجان الغنيه، معناتها هو احنا نقولوا بايام قرطاج الموسيقيه هي وريث الشرعي لمهرجان الغنيه. انا ما عجبتنيش التسميه يا منير والله، نيش عملية القطع اللي ولا القطيعة اللي صارت. هو فز قال كنت أذكر المدير قال هذه الدورة الثانية لأيام قرطاج موسيقية إيش نوت سيسيون تسمية هي الثانية إعادة الهيكلة أما هو امتداد طبيعي لمهرجان الأغنية. احنا امتداد حتى لسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم راهو معناها مش نقول أنا راني كمهرجان وكأي مثل دورة معناها عنده الحق تسمية ما يحبوا يخرجوا بها. لا احنا نحبوا ديما نقعدوا في مهرجان الأغنية وفي مهرجان الأغنية بالصفة هذيك وفات بصفة المسابقات لا مش ماهوش ممكن يعني أفضات الدورات السابقة نتاع مهرجان الأغنية أنه مشروع فاشل ما مش عطيني فيش الفشل او علاش تحط اغاني تعاركوا مع بعض يعني انت مشروع متعارك اول حاجه لا فيت دو لي ميتر اون كومبيتيسيون باش تحط العباد يتعاركوا. وهنا شفنا احنا التاريخ شهد بذلك انه فما ياسر عرك تزغريت اكثر من الكسكسي معناها تعمل مشروع نتاع جمعتين في استديوهات وناس تجارة وكل شيء وتجري وطلعت على باش يقدوا غنايه لو بروفيل الاكثر معناها الواضح هو غنيه باش يجيب فيها العرابن باش ما نكذبوش على بعضنا معناها غنيه باش للعواده معناها ديستيني ماهوش مشروع لتاسيس مرحله غنائيه مرحله متطوره من الموسيقى مش الغناء بركه لانه انا مثلا كنت عندي عركه كبيره ياسر مع الغناء مش في با دون منير ترودي المغني ديما مشروع منير ترودي المشروع الموسيقي يعني انا نخمم على الموسيقى مش نخمم على الغناء لانه علاش بين بالكاشف تو مثلا في الدول اللي فما نهضه موسيقيه مثلا برونون تركيا الجروبات يغليو فما حاجه نعلمك بها في تركيا اش فما لي ايتوديون دو كونسيرفاتوار ناسيونال اي دو معناها اللي يقراو في الموسيقى اي سون انتردي دو جوي دون لي كاباري دون لي دون لي دون لي فيت ils sont interdits c'est strictement حتى يوصلوا يتخرجوا وبعد يا ربي عينك برا عرس ولا طلق وقتها اما ما دامك انت مازلت ايتوديون tu passes la formation نتاعك من غير تخمامه في الفلوس. احنا مازال ما حتى الساقه في الواحد ويخمم في العرب انه يخمم دونك شهز الموسيقى نتاعنا والميدان الموسيقى الكل هزوا في الفلوس واللي خمم في الفلوس ما يوصلش.
فما حاجه اخرى ما باش نرجع من الاول يا يفو شوازيغ اونت ليكسيلونس الى ريشيس. هذا درس خذيته انا من عند سي الفاضل الله يذكره بالخير. قال لي منير كاس تو فو اي هو اكتشف منير قال لي منير شنو تحب انت شنو تحب من الدنيا ذي اسكو تو فو ليكسيلونس ولا ريشيس كنت تحب الفلوس لي كاباري. وفضل الجزيري منعني من الكباريات هو سمير العقربي منعوني ما عندي جي با لو دوغ دفير الحمد لله. عمرك نهار غنيت في كباريه؟ ما عمري ما غنيت في كباري معناها اون طونك نمشي باش نخلص. صادفت مره مشيت تفرج في الكباري ولكن معناها يعني مشيت مع صحابي تو فا عجبك الجو قمت غني؟ لا ما انا عجبني الجو عجبني العوادة عجبتني معناها وقتها كان ياسين سعيد ورجوع وفرقه معناها مستوى كبير معناها والاولاد امانه كمان غنينا ميتا اشوفك يعرفوني نغني ميتا اشوفك بالقدا وكل شيء شرقي الشيء اللي ما يعرفوش على العباد فهمت منير امانه كمان قوم غنينا بون قمت غنيت وقتها ما عجبنيش الجو توا هي يعطينا حوايج هي نحينا كل فون معناها سافادير كو هذيا معناها ميتا اشوفك انتم حاديني لي موزيكا من قبيله نحن لك الموزيكا دونك جيت فرصه معناها هذيا اني مشيت للكبرية وغنيت ان تيتر معناها مش اون طونك غنيت متى اشوفك غايب عن عيني اما انا احترم الناس اللي يخدموا راهو معناها مش معناها ضد الحكايه هذيك هي احترم الناس اللي يخدموا هذاك مرد رزقهم اي سي ان شوا كو جو اغيف با اسيمي ما جو بو با اسيمي اون سواري من 10 نتاع الليل ل 7 تاع الصباح انا ما عنديش الجهد هذاك والطاقه هذيك والجيش يقول فيها فهمت ما عنديش الجيش هذاك نتاع تشد معناها انت تو في لار بور لو كيف معناها خلينا تو في لار بور لار فوالا جو في لار بور لار اي بور غاني لو بان مي دينيومون نحب ناسس الى ستاتيو نتاع فنان بعيد على الشبهات وبعيد على انت في الاماكن اللي ليس لها دوك ملي علاش منير ترودي اونتر نو سي ان كومبا تري معناها تري شي مشكله شي مشكله فالعظماء حاربوا برشا حاجات اذا كان انا نحب نكون من العظماء خاطر ولي الحق في ذلك ان اتشبه بالعظماء مش نتشبه بالميديوكريتي لا يفو فوار غران معناها Justement, avec ce que j'ai appris, mon père il m'a éduqué à un truc. Il m'a dit l'impossible n'est pas trop dit. N'est pas trop. Ah, n'est pas tunisien en arabe. Bon, il y a un peu de temps. Donc, on a une petite fête. Il y a une fête. Le possible. Le possible. Je suis un hammam dans le casque. Je suis un oui. افرح بيا معناها يفرح بيا هدراك شويه اعطيني شويه ديلي شويه فاح شكون اللي هذا اللي يعطي انت ولا شكون هو يعطي هاي بيه يعطينا هاي سي المخرج يعطي هاي غير ما تخرجنا عاد لا مش خرج كيف ولا متى اشوفك اشوفك يا غايب على العين متى اشوفك اشوفك يا غايب على العين قتال الفرقة والله وبعدك على عين أبعت مراسيل 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 مكتوبة بشوق وبخط جميل وبلون الحب رسمنا قلوب فوق المناديل فوق المناديل وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك إيه اللي جرالنا قلنا لك ياما ولا قلتش متى حتجينا ما بتردش ومتى أشوفك يا غايب على العين قتال الفرقة والله وبعدك على العين الله الله صحولي صوتي صحة اي لا لا تعب شوية حسيتك حتى الطبخ خيطها عالية شوية منير على كل مش مشكلة مش هذا هذا معناها الجو اللي توا انت مشيت فيه في الغناء ياسر قبل يقولوا على فن منيرة ترودي وما نحبش نقول هنا الكلمة ولو انه فن لقعة مش مشكلة قعرمة 99% من التونس أغلبية ساحقة أنا واحد من الناس منهم لما سافيدير كوا سافيدير لي جون كي دي كي بارل غيلا 99% يتكلموا بالغيلا يا اون مينوريتي اللي هي موجودة في لي سيتادان اللي هما في تونس تونس شوية صفيق وشوية شنو أما قروين نو جو بو دير أما
لك لا كليمة ايوه عايشك معناها قله قليله يعني شنو خاطر خاطر لا كابيتال يتكلموا بالقاله لازم الناس الكل يتكلموا بالقاله اون بلوس سي بو دو بارلي قاله علاش شنو مشكله في راس ناقوس نقولوا ناقوس لا لا ناقوس ما تجيش هي هو ناقوس ما يجيش ناقوس دونك انا يشرفني اني نغني غني القعار شنو مشكله يشرفك انك تقلقل مش تقلقل يشرفني نقلقل خاطر انا نتعامل مع الـ مع الـ مع لو تيكست كوم ان تيكست كيما اي لغه اخرى انا كان طلبوا مني سي في شونتي اون شونسون انجليز شنو نعمل ونتعلم لونجلي ونتعلم لونجلي بحذافيره باللونجلي معناه صحيح اذا كان باش نغني غنيه فرنسويه اسكو نمش نكسرها الفرنسويه نقول كيما الغنيه توا نتاع لي روبو اللي يغنيو فرنساوي مكسر نو لازم نتعامل معاها باحترام لغه كيف كيف انا بيان كو انا معناها Je suis citadin, je suis de Tunis, mais qui نتعامل مع الغناية هذية بكل احترام وبكل تقدير وبكل لأنه هوية الوطن والوطن من تونس البنغردين يعني مش من مش كن تونس بارك لا كابيتال ولا صفاقس ولا سوسة ولا الناس اللي تكلموا en plus القلة elle est beaucoup plus poétique que القالة خاطر القالة سي من مينوريتي اما كي تشوف تعمل دوره انت في الـ في الـ في الجر وتلقى ست بويزي اي ست ولا صور جميله نتاع القيله تي مخك يقف تي اصلا قلقت معبره خير من قلقت تي بون تي فا معناها انا انا مع احترامي الناس كل بون انا بيجي ما نحبش ندخل في الموضوع هذا نتاع اما قيله احلى ولا لا 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 لا, 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 لا كلهم كلهم شبان كلهم كيما صوابع ايدينا ما يشبهوش لبعضهم ولكن كلهم عندهم وظيفه القيله كي باش تقول باش تعمل باش تقول مثلا وما الحب اقوى من الحب باش تقول يا وما يا ماما الحب اقوى من الحب ما تجيش الحب اقوى من الحب اسكت نجم تقولها بالتونسي ذيها ما هي ما تعتش تنجم تكون حاجه اخرى ما تاديش المعنى نتاع الوجيعه هذيك تشوفها ما تاديش نفس المعنى ترك تقولوا بالقيله انت ما تنجمش بلا كل بلاد ورتالها وكل بلاد وموزيكتها وكولور نتاعها احنا تعرف عندنا زميلنا معاذ الشريف معناها يحبك برشا ويسمع فينا رئيس تحرير نتاع نحي عليك الكاسك خليك ليبرتوا ليبرتوا اي فوالا معاذ فوالا دونك معاذ ريدكتور شيف تاع الاخبار نتاعنا يحبك تغني له اغنيه حسر على ايامك يا حم فما عندكم في الواحد هي عندنا اخويا يحب لايف الصباح هكا كل شيء زين مثالش الصباح تشوى تو فنيا منير يعني نحبوا اللايف صوتك في اللايف ديما يمشي اي فوالا نحى لي ما نحلوكش كليماتيزور صوتك اللي مش حتى تعتبره انت مش في اوج وتويك يعتبر في اوج بارابور برشا اصوات نسمعوا فيها اليوم في تونس يا صديقي منير كل حد وجهده دنيا ولا منير هذا مش في وجهك انت من افضل الاصوات عايشك في تونس وانت عملت كياس روحك واضح منير ترودي يعني لو عنده زنقته واحد كل مره عندك عندي مساحه اغنيه سباحيه واغنيه مسائيه واغنيه للاطفال لا يقول مرحوم الفنان الكبير والكبير ربي اسماعيل الحطاب يقول اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك ما تتبعش لحن فني لا ثنية صعيب عليك ما تبعش واحد ينجم يكون الاخر ولكن هو هو قالها في السي شيرني ولكن انا اللي عجبني في سي شيرني الله يذكره بخير رد عليه لا وانا كنهار متعدي انا والفنان وليد نموشي وعرضنا سي شيرني في كافيه باغي وما تتصورش قديش حبه حب كبير اللي انا وصلت دمعت وانا توا شدت البكيه والله معناها عينيا دمعت شوف الانسان كيفاش معناها حبه لاسماعيل الحطاب اللي هما سوا ديزون اون كونكورونس سيتي سون كونكورون معناها اسماعيل الحطاب وشيرني معناها سي لا ميم سوا سوا الحات نفسه يعملوا في الصالح وكل شيء سي ميم سي لا ميم كولور سي لا ميم فهمت تبقى يقول لي راهو سي ان غون راهو فنان كبير برشا راهو عينيه زغلت الراجل معناها انا من صابني نرى في الفنانين نتاعنا كي يحكيوا على اصحابهم يحكيوا بنفس المحبه هذه لا لا ما يتكلموش بالمحبه نحبوا بعضكم يا وليدي فما حتى مشكله راهو معناها في الاخر احنا في الاخر احنا بنادم قال الراجل ومشي من بعد اللي باش يمشي على روحه مش يقعد كان اللي تخاص يقعد وكان الحاجات الباهيه تو مثلا فما دي غران ونحبش راني انا ديما نتجنب ان نحكي على الاخر ولكن ديما نحكي اذكروا الفاسقه اللي يحذره الناس واذكروا الباهي باش الناس اللي يحبوه الناس مثلا موسيقيا الفاسق اليوم في تونس شكون؟
ما نمش نحكيه بمنطق الفسق. ليه نحكي لا نحكي أنا هو مثل الذي أذكر الفسق لك إحنا الناس موسيقيا في العرب يتكلمون هكذا معناه هو حب هي تحب تقول شكون النشيط في مجال لأي أعطي الألقاب للناس هذا فسق وهذا خير وهذا طيب وهذا أي يعني أنا هو أنا نحكي على الفسق في حد ذاته مانيش نحكي على الفاسقين فاسقين ربي هو بالنسبة لك شكون الكبارات في الموسيقى اليوم في تونس فما كبارات فما برشا كبارات من تستحضرش الأسماء ولكن فما برشا ناس قاعدين يخدموا عندنا سامي بن سعيد من كبارات الموسيقيين اي فوالا توجيه لسامي علاش تقول منير تقول سامي وين منير وين سامي خاطر باش نقول لك خاطر احنا نوتخ باركور كان اون باراليل ماشي كل حد ماشي في ثنيه معناها اون سي با كروزي ما جاو في وقت من الاوقات وامننا ببعض سامي لا ترافي افيك صابر لا ترافي افيك تلاتيف لا ترافي افيك با مال دو غرونز اوركستر معناها لا ديريجي لا كري دو لا ميوزيك لا ارونجي وزع ولح معناها عمل الحاجات اللي سميتهم انتم كبارات صابر ولطيف ان نحكي على سامي بن سعيد توا سامي بن سعيد دونك جيت نشوف نلقى البروفيل نتاعو سي كالكان دو تري بون في ليكريتور معناها ومعبي برشا و en plus son vécu il a vécu en France qui m'a j'ai vécu en France تعلمنا تربيه اخرى موسيقيه مش معناها تربيه العرب لا اما العرب معناها في مجالات مازالوا ماهمش معناها على باج كيما الفرنسا ستركتوري والناس تعرفوا خدمتهم يجي في الوقت درشنيه تك تك مريقلين دونك ست ديسيبلين عجبتني في سامي وتلاقينا وهو قال لي انا سي ان بليزير دو جوا افيك توا مونير وانا قلت له معناها يشرفني ان تكون معايا وكل شيء دونك اون سي روتروفي في حاجات حرفيه اون بليس صحابي انا صحابي سي ميز انفون معناها نحبهم ولادي معناها عباره كان فما مشكله في الدار ندخل كان فما حاجه ندخل نحكيو بعضنا نشاورهم سامي مثلا تقولش عليه برامو انا اكبر منه في العمر واللي تقولش عليه هو بابا امانك سامي نجم نلبس هكا امانك سامي نجم نتكلم هكا نجم نقول هكا علاقه ولات اجتماعيه اجتماعيه نعيشوا مع بعضنا معناها يعني نسينا مع نسينا معناها مع بعضهم واحنا اولادنا مع بعضهم معناها ليشانج هومان اي بروفيسيونيل سي امبورطون معناها فهم انا نحب لا كوميونيتي حتى في طرحي للموسيقى اي كوميونيتير انت كوميونيتير يلا نعملوا جروب اون بلوس قبل الدوره هذيا نتفكر انا سونيا مبارك جات قالت لي منير عملنا ولا لا سمير حاجه يحيى قال لي عملنا راون الدوره على خاطرك انت إيه سمير يحبك برشا ديما في كارتاج مرة دورة تعملت عام 2004 ولا شنو قال لي باش ندخلوا الفرق تي سي بوركوا باش ندخلوا الفرق وقت أول ما بدات الفرق قال لي على خاطرك أنت تو في أون إنيسياتيف دو فيغ أن جروب كومون كونستخوير أن جروب لو نويو في تونس خاطر كلنا ديما فرقة الإذاعة ولا تفرق ولا تقاومية والآخرين يتكابلوا ووه درشنية أنا هو الأولاني يجي علاش ما نبدلوش الطرح يلا تمشكي تولي أخرى نعملوا دي جروب وتولي فما كونكورونس اخرى ما عادش اون في دي لا كونكورونس بور اون شونسون لا بور ان بروجي خاطر تو انا فرحان برشا بكل صراحه معناها يقولوا ما يقولوش على الدوره هذيا فرحان اللي فما بلوزيور جروب بلوزيور بروجي دو ميوزيك ما عادش فما الغنايه اللي ماشيه للعواده لا فما طرح اخر انا فرحت مثلا كي ريت نضال الحيوي برقو زيروي نضال يا حيوي سي سبيكتاكل هي البشر صاحبي وخويا الصغير معناها وكنت ديما نلوم فيها الكباري خاطر حتى المشية الكباري هذيا نضال كركرني راهو عندها برشا الحكاية كركرني وقال لي اجي تفرج فيا يغني في الكباري نضال منير كي سمعت البارح نضال قلت له تشبه هكا تعطي جيب المنير معناها واقف شبيه شبالي في وجهه اي انا كي تفرجت قلت يجيب المنير حتى سالته قلت له بالحق معناها سي انا نزلنا عليه يا نضال فك عليك من سهرة الليل ماهوش هذا الموسيقى سي بابا الناس ما عندهاش منين تعيش في وقت من الاوقات مش مشكل مرحلة مهمة ماهوش ممكن لا 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 احنا لازمنا نستحفظوا على رواحنا الدولة تستحفظ على اولادها هاي من الاخر الدولة توا كيما قبيلة كي تقول لي انت سي الفنان الكبير رضا الهادي قليل يعني على وش الاحسن يعطيوها توا الكلام توا هذا سي لا اونت سي لا اونت انه واحد يسمع الهادي قليل شحرور الخضره مطرب الخضره الاول يلقى في فان كارير نتاعو رجل اعمال يحسن اليه اين الدوله؟ بعد خرجوه من الدار من بعد خرجوه اين الدوله؟ مش هو بركه فما برشا الحمروني مات في وكاله
الله يرحمه. أول أول فن يعني فنان كبير شحال تونس كان تعرفوه أنتم صغار ولا حاجة تعرفوه شحال تونس خلطت على الصغير شحال تونس الطنجره مت عن فاس وقت اللي كان ابيض وكحل عبد العزيز انا قديم اي فالعاقه عندنا ايهاب شوش انا قاعد يجبد في الارشيف يظهر لي باش يرجعنا للتاريخ شويه اخر باش نسمعوا توجيهات سيد الرئيس يظهر لي سو في دير كو سي لا اونت سي لا اونت سي لا اونت توتال بي معناها ناخذوا بوست بيب ونسمعوا اغنيه من عندك نروح حاله اجتماعيه وبعدها نكملوا احديثنا معك راكب على الحمراء منير ترودي توا ساعة ودرج منير ترودي في الكواليس لحقوا على مطرحته لحقوا على مطرحته فوالا اكزاكتو الاغنية هذه عملت لك سوكسي لاباس بيه منير ترودي هكا ولا الحمد لله تعتبرها اغنية الحظ لا لا برشا اغنية الحظ فما حمى فما مقروني فما العساس تومي تومي اخوي انا مكبش توا باش نكبش معاك الاغنية اللي غنيتها الاخر في تومي شونسون سادي سي دي توب كوا الحمد لله غنيتها الاخر اللي كتبها لك جليد العويني وانت حييت اللي شحت فيها في الافتتاح حما حما ذيك حما حصرا يمكن حما اي حصرا يمكن حما انا قلت حييت جلدي عويني في المهجر حييته في خاطر ننسى راني انا وانا نغني قاعد نخمم يا ربي جليدي لما دي شوز جليدي شاء فنان الشعب وشاعر الشعب نسميه هنا ومعظم غنياتي من جليدي عويني والحاجه الباهيه في جليدي عويني انا عمره ما طلبني في حتى فرانك معناها وعنده مونجيلة 7 نوفمبر يعني 7 نوفمبر حاجه الباهيه بعد لا 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 لا, لا احنا بيناتناش حاجه احنا انا ما نتعاملش فلوس ما يسبا اوني با اون تران دو غاني قول انت ما يسبقش الجانب المادي ما فما ناس يقول لك منيره قداش اي اي فما ديريكت يحكي لك على الفلوس جليدي يخليني زاد الحريه اني نتعامل مع النص كيما انا نحب من بعد نقول جديد راني مش ناحية هذيا وباش ناخذ كان هذا وهذا قولي اعمل ايش تحب يصلحني انا لاني انا جهلوت في الامور هذيا وهو يصلح لي يقول لي يقول لي هكا وهكا شوي با باغولي ولو نكتب شويه انا شوي با معناها في النيفو نتاع جديد يعويني كاليبر كبير برشا هي اعطينا شويه من حمى خليها خليني غنينا حمى طب معاذ يتغش علينا اعطينا شويه من حمى انا نعطيك ما هو عندك انت فاك يعطينا اخويا نحب نسمع انا هنا نسمع لايف انا كابيلا تكبلنا ما تخافش والله كابيلا عندنا دربوكه لان حط شيء ما عندناش دربوكه هي برشا لازم يتصرف هي باستيس بالحق والله حاشا الشهر معايا في الواقع والله خذيت شويه قبيله صحه وشفاء بس انا حتى قداش ما نقول شنو اللي هو عسل وزهر ولا شنو عسل سيدي سيدي بروبوليس معناها سي لا لا الاخرين اللي في سبيكتاكل عسل وزهر عسل وعسل وزعتر ايوا وبروبوليس فوالا هذا هو اللي انا قعدت مع الناس شنو هو الكاس اللي احنا منيره ترودي افيك اش دوزو مش بحاجه اخرى زعما جيت وين وقت قاعد انه هنا زعما هبطت على الكاس اي سخون بادي في بارتيزان سنتيزان قال لك ما هبطش معناها مش اللي تخم فيه مش نخم فيه العقاقر هذو نتاعي انا نقدهم وحدي ما نشريش الوغ به حمام حسرة على أيامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شهر تلمة في جمعة تلقاه وفاء اللي تجري شهر تلمة في جمعة تلقاه وفاء تعدي في أيامك تستنى في منحة وفي راس شهر اجبد منا تصرف منا وحسابك طوال سفر امتى يا حما تتهنى وتطلع فوق المي يشبر يعطوك تريف من الجنة عدك بيه العمر وفاء حصر على ايامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شهر تلمة في جمعة تلقاه وفاء اللي تجري شهر تلمة في جمعة تلقاه وفاء اجري ناظر يا مناظر خلص الكريدي في كريدي واحلم بالزايد والفاضل حلم بلوشي يا سيدي يا طيب انت يا فاضل سيت النكتة وانت جريدي اكبس روحك واصل ناظل باش تدبر طرف هواية وشوف وشوف غطست ايامك في الخوف خايف من كرني المصروف وضو وتسكرت الماء حصر على ايامك احمى مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شهر تلمة في جمعة تلقاه وفاق
متزمة الغناية ملتزمة برافو كلهم ملتزمين العساس غناية ملتزمة تو نسمعوا بعد شوية مو قلت 7 نوفمبر سختن معنا على طرابلسية وقتها قالوا معنا الزهر شفت كيفاش يلتزم معناها كان يعد كان يعبر معناها باش الفن نتاعو على الغضب وعلى السخط نتاعو مش محمد جبال نو سي دي شونسون تيكس مش محمد جبال بالنسبة لي أنا مي الغناية سي ان ترافاي اركتيكتورال معناها تقولش عليك باش تعمل بنيه إيه بنيه اللي تبني فيها انت سي دو جاز سي دو صوفي لا لا انا سي دو بدوي سي دو كوا انا باش من الاخر أي. انا ما نمنش بالتعديد الانواع يا با دو بليزيور جونغ دو ميوزيك مش كل يعني ثم موسيقى عندي زوز انواع نمن بهم في الدنيا اللي هما لا بون اي لا موفيز موش في لا بون كيف لا موفيز افيك توت موديستي معناها شكون يعمل لا موفيز بالنسبه لي انا بدي سايب الراجل شو ما تحيج الموسيقى فما دو جونغ بون اي موفيز البقيه معناها تقولي جاز سول هيب هوب ريغي كلاسيك درا شنو هو سي دي سي دي سي دي كولور مي سي با دي جونغ الموسيقى نوعين باهيه وخايبه شكون يعمل في الخايب ما نعرفش انا انا شنو ما تعرفش معناها تسمع عندي سي سول لا ما نسمعش انا من جد ما نسمع انا ما عنديش تيلي دايوغ في التلفزيون لا لا معناك تبدا تدور في الشارع وذنيك معناها تسمع فازات ما عنديش وما عنديش فازات في الكهرباء ابو والله معناها تعرف باش حلفت ما عنديش تلفز انا ما نعيش بالتلفزه جي با لا تو ريغارد با لا تيلي معناها جو ريغارد با لا تيلي كيما ما نشربش ما نتكيفش ما نعملش تو كوت لا راديو ما نزرقش ما تسمع راديو سماغيف سماغيف كي نبدا مثلا في كرهب تغيري ولا حاجه في كرهب تغيري ما تسمعش ما عنديش بوست ما عندكش بوست كريمه نحيه نقلعوا منير تعرفت فقت من الاوقات ما نحبش نسمع موسيقى انا اسمعني تعرفت من الاوقات ما عادش نجم بتصريحات ناريه كيفاش؟ تصريحات نارية تعطي في مواقف قوية برشا في برشا فنانين يعطي في الكلات تعطي في الكلات للناس الكل هذاك داخل في البروباغندا تعمل اسم روحك والا تقول في موقف لا انا انسان تلقائي لا انا انسان تلقائي يعني كما هاك تعرفوا ان تراو فيا وتعرفوا اني انا انسان تلقائي كي نتكلم راني بكل محبه ولكن كي كونج كريتيك ماهوش كره في الذات البشريه في لا بيرسون الماده لا, لا 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 انا في الماده كيش تدموني فمال دو فو نتعاركوا انا نتعاركوا ولكن نحبها هيلا برشا معناها بيان كو هيلا حطتني في مواقف برشا مرات بايخه قال مره جاوا عملوا توشحيله كبيره هي وسمو حسن بن احمد وسمو لطفي لطفي العماري وسي الاجغام وكل اللي تزرعوا عليا وانت وبيكوا عليك ودرا شنو ما لا انا كنت غضبتك انت هذيا لا لا انا موقفي انا موقفي على منير ترودي واضح بالحق يعجبني اما هذه خدمه شو هذه خدمه وهذه انسان هذه معناها احنا نحبوا نعملوا نبنيوا تونس ديمقراطيه وتونس فيها تتسع للناس الكل وديما عندنا هي مشكله شنية مشكله الناس توا علاش فما دي موفمون يتعاركوا ويتضادوا ويوصلوا حتى الحرب لانه ادب التخاطب حين الاختلاف مفقود ليس لنا ادب التخاطب حين الاختلاف نتقدم مع الحديث وكهو نجم نختلفوا ولكن اختلافنا بناء وليس هدام يجب أن يكون معناها الاختلاف للصالح العام لصالح القطاع معناها أنا كنختلف مع فنان إكس ولا إجريك نقول له ليه موسيقتك خايبة رو ما تمشيش في الثنية ذيك راي تدمر بس جون سوي كونسيون اللي الثنية هذيك ضر الناس الكل يعني تمثيل الكلام تقولش عليا أنا في دار وعندي أخوة وعندي عائلة كاملة وفما واحد طلع عايق اسكو نقعد نتفرج فيه ونقول لا يا تمشي تصلح يا سحلين قال الراجل سامحوني في الكلمه ما يزمقش هكاك اسكو انا كي قلت له يا سخطه معناها انا راني غاضب عليه كرها فيه ولكن غاضب عليه محبه فيه ومحبه في العام فما انواع حتى في الجرحان جرح ساعه ساعه كيبدا واحد حاشاك عنده حاجه من يعدي ويبدا عنده دماله شنعمل كي نفقحها ونجرحها ونحط لها التنطوره ما يبش انا نحب تبره مش نحب نوجعه هو يقول ويتشوي مش نحب نشويه انا نحب الشويه هذيك صغيره باش يبرى وهذيك هو كيما العملية ساعة ساعة نقصي حد نقول له لا العملية خاطر لازمة لازمة للحاجة الباهية من بعد هذا هو اكزاكتومون بون على كل منير دوري نكملوا حديثنا من بعد معاك لكن قبل هذه قبل ما نخرجوا مع البيب ونسمعوا لك سمو قال 7 نوفمبر ما قال 7 نوفمبر شنو تذكرك الأغنية هذه؟
ذكرني بن علي تو سامبلومون نو ذكرني كلمات تجليد يا كلمات تجليد انا نعرفها قبل ما قالها لي جدي وقتها اي هو قالت تعرف قالها لي وقتاش انا قالها لي في التياترو واحنا نتفرجوا في حفله في المسرح البلدي وقالها لي في الدروش جليدي قلت له امانك جليدي هذه كبست غادي يا جليدي قلت له كملها لي قال لي وقتها ما كملها جليدي مازال كنت قال من قالت 7 نوفمبر قل هنا شعر كان تجهت وجاهي منير اللي عملوا بن علي الكل كاتاستروف كله كاتاستروف كله حتى الكياسات والقناطر معناها فما حتى هو رزق مال هذاك رزق هو من مكتوبه اتوندي 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 الفكره اللي ماهوش يخطط يخوت وغايب على طول الخط نتكرر ضايع في دنيا اخرى اي تكرر نو نو دير فما احنا الحاكم فما حاجه باهيه في تونس ستركتوري سي كجمهوريه ثابته وبن علي حكايه اخرى نشاز هذه حلقه نشاز زيت دامت 23 سنه ما تقوليش معناها فما اجهزه فما دوله قاعده تخدم فما مؤسسات تبنات من وقت بورقيبه وقعدت وفما ناس تشد البلاد بتبيع فما شرفاء والحمد لله فما شرفاء والحمد لله وتبقى ما تقوليش بن علي وتبداوش تزرفوا لي في الحكايه بن علي والله يبي وخايب خايب على طول الخط للانفيني واضح موقفه من بن علي نسمع مقاله 7 نوفمبر عيب عيب تقول بن علي اه ما تخمن فيها جمله كل واحد عنده البيه والخايب بالنسبه ليا كل واحد عنده البيه والديمقراطيه نجم حتى باش تقولها نجم هي شوف حتى حد اما كل واحد الديمقراطيه تقتضي انه تنجم تحترمها وقت هي تحب تحب الديمقراطيه ايش في هذه ناخذوا بوست بوب منير انا ما نتيحش على انا ما ناخذوا بوست بوب بعد نسمع مقاله واحد قدامي نحكي معاها ما جبتها ما رحتوش مرحبا بكم من جديد توا ماضي ساعة واربع دراج على كابا فيم نقعدوا معاكم حتى لساعتين ان شاء الله بعد شوي موعدكم مع موجز ماضي ساعة ونص على كابا فيم واخر اخبار رياضة تكون حاضرة في كاب سبور ضيفنا اليوم في بلاش بوك الفنان التونسي منير ترودي منير برشا عباد يلوموا عليك يقولوا اليوم نستناو في منير ترودي في عرض كامل ومتكامل بمعنى انه خلينا نقولوا كيما كوميدي ميوزيكال بمعنى انه انت نحسوا انه حتى عندك ان دون ولا خلينا نقولوا ان تالون اكسبسيونيل اللي هو تنجم تمثل تنجم حتى تشطح مش تشطح معناها يشطح معناها شو فوالا معناها لا حبوبه اجا نقول لك مش تحكي حبوبه فما برشا فنانين لا 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 سون ستيل فوالا اكزاكتومون قال لك اي هاف ماي ستايل ما تلعبش معايا فوالا اوكي مان دونك فماشي حويجه هكا كونسيبسيون كامله نعرفوا انه ساكوت ان شاء الله ان شاء الله سيغتانمون تدخل بها المهرجانات هو المشروع موجود انا ما نحبش يكون معناها سبق صحفي ولا حاجه خلي الامور تمشي بطبيعتها وستعينوا على قضايا حوايجكم بالسر بالسر والكتمان وقت يحضر وتتخمر الحكايه وكل شيء لو بروجي اللي سور بابي مي ما نجمش فما وقت معناها انا مانيش نحكم وحدي قدم لك كارتاج سنين منيره لا ما قدمش لك كارتاج لانه عاملين في كارتاج انا وبالواحد انت انا نقول لك سيدي انت في مقدرك سبكتاكليه في كارتاج عاملين منير تودي بسبكتاكليه زي يعني ما عملش بوز ما ضربش ما عملش خلى انطباع كبير برشا الحضور كان حضور محترم مش ما نقولوش ماهوش حاجه كبيره منير شو كبير يعني عادي يعني الحضور راهو بالاشخاص مش بالكميه كي تجيب لي جماعه جمهور نتاع تبرويت يا اخي يسمى ذيك ريفيرونس انا مون بوبليك سي ان بوبليك انتيليجون يجي شوي على غالب هذيك امكانيات البلاد عندنا شويه انتليجونس في فضاء يهز العدد هذاك ليه في كارتاج يهز الكارتاج يعني كارتاج عندك ستروماوي درجني عندك درجكوني يعني الاخرين نتاع جماعته هي كهو فما دي كونسير كي بوف لا بوبولاسيون راه تجي وفما قدره شرائيه وكل شيء ما كنت تحط 25 و40 دينار سي ايبر شير سي ايبر شير بور لي جون اللي ولت البارح خمسه من افراده مشاو للماي ولا شكون معناها فهمت بور تو دير كو بيتيتر لا جيرونس دي دات تحكم وظروف البلاد وقتها تحكم ما تنجمش تحكي ولكن مع ذاك الكل جاني جمهور محترم فما قريب 3000 رقبه سي بيان 3000 3000 كان نحطهم في سوسه سي كومبلي سي كومبلي سي غولاتيف انا يجوني كل جمعتين يجوني 900 في العاصمه ويعاودوا يتفرجوا في حفل الزياره معناها ويجيو منير ترودي زاد فما شكون انا نطلع منير ما سا سي ان بوبليك سي مون بوبليك تبقى في كرتاج تو بو با جوجي كرتاج ساعة على طول شهر كامل وعباد تصرف وتمشي وتجي لو فات دو سو ديبلاسي حتى الكرتاج ساكوت فما برشا سهاري فما برشا حمامات فما برشا بحر فما برشا دي فاكونس ولعب لي فاكونس فما برشا بوكو دو ديبونس زاد ما تنساش دونك تجي تحكم على اما مع هذا كل كذا كان تشوف عرض منير ترودي مع عروض اخرى تونسيه
تلقى منير ترودي معناها ما انت ما تراش مانع اليوم انه منير ترودي تكون باغ اكزومبل علاش مثلا فنانين توانسه ما يتلموش زوز ولا ثلاثه في نفس السهريه هكاك تحصل الامتاع والمؤنسه. انا مانيش انا من البلان هما لموهم قداش من مره ورينا مره تصويره في اخر دقيقه على غاش وقت قالوا كيفاش من خروج جابوهم وحصرستوهم ومديريت تحب ترضي الناس الكل وزغرطات كل شيء قاعدين مصرستين وما غنيو حتى شيء وفي الاخر الافتتاح نتاع وين تعملناه ولا هذاك مش عملناه ولا تعملناه ولا تعملناه 2012 حاجه تحشم على غاش هيا تجي والله هنا هي جبل لا مش هكاك. بعد الاخبار نحكيو معاك العمل سي دو ترافاي اركيتكتورال باش تبني بنيه اسمه بلون ماسونري بلون بوازري بلون معنا دميلاج جين ماشان اتجاه الشمس توصل حتى الفنك شوي في الارشيتكتور معناها زون كيفاش قال لك يزبك بني ومشتروم وشيخ وزون كوميرس وزون درشون انا راني ما تحكي فيه مش نفهم منه حاجه لازمها برشا بلي صحيح فوالا يلزم ارشيتكت مش ان سول ارشيتكت يلزم بوكو دارشيتكت. بعد شويه نحكيو معاك على تجربتك في الزياره اما اونتخ اوتخ قبل الاخبار نسمعوكم ناجي دزاير من الزياره بصوت منير الترودي. منير الترودي تخوتا اختصرنا حتى لساعتين غير اربعه مرحبا بكم من جديد. بعد شويه من ساعتين الاربعه موعدكم يكون مع حميده في حكايه تنين 72-280-300 من طب خليوا أصواتكم وشاركوا مع حميدة. هلا ذوادي متأخر البرة تحكي في التليفون يظهر لي أمها درفش توزي فيها على حكاية من حكاية العرس لو كان كابتيت هي هي رفت عرس راجلي راجلي وصي فيها عرس راجلي كلمتك قبل أمي كلمتني قبيلة وراجلي كلمني والخدمة كلموني وعندي قدس خدمة هلا يمات إيش بكم تنزلتوا علي تنزلني في الخدمة شنو وصلنا سوق على الدراجي استنى إيش مدخلك علاش تستغل في أمواج إذاعة كاب اف ام لتشهر حبيت نقول اللي هي الشخصية اللي عروسها دونك الله غالب فهموها يا عبيد افهموها افهموها زغرت يا حسن انت زغرت هاي تتعلم ليه احنا عنا عيب في صبرنا الحقيقه عرفت زغرت راجل ما يعرفش زغرت من يا راجل يعرف زغرت قلها منير شنو توا ذا ما يعرفش زغرت زغرت رجال عنا مش مليح ولا قتل احنا مش مليح في صبرنا هكا ولا يقولوا مش باهي مش مليح راجل زغرت جوستومون مش مليح اي هي دي كاميرا ما الراجل هي راهو سي غولاتيف الحكايات هذوما مثلا الزنديانية رجال يزغرتوا ما صار شيء معناها من اول الدنيا ما فماش علاش واحد لا عجز جديد يا ودي كان زغرت انا تحب تاكل معاها ما نعرف حتى شيء ودي يرق اللي تحت التراب يقوم وكان يزغرت حاجه واحده نعرف كان سب هي ان شاء الله ربي يقدر خير على كل حب. ونعطيه اخر الاخبار فتح المولدي من قبيلك شويه صرح وقال بانه ان شاء الله الساعات القليله القادمه فيها معطيات جديده وقال نتحفظ حاليا على ذكر المعطيات هذيا وقال بانه ان شاء الله فما طلب للافراج عن معز بن غربيه وكيف كيف على مناوبيه الزوز معناها على ميغال ومعز بن غربيه ميغال وكلف منير بن صالح لما كان تاع ميغال اذا كيف اذا بينا كان هو كان يتسيب بشير الفرشيشي كمال بن مسعود يعني اعلاميين وتشدوا هكا معناها شويه ساعات خارج على الموضوع قلت لك ثم فيديوهات فيديوهات جنسيه في يعني لقطات جنسيه في الفيديو عيب لا ما ثماش لا ما ثماش شيء تشهير بالعبيد هذوما موضوع بعيد انا ضروري الحكايه ياسر مقشقشه فهمني ياسر من عشر كلمة ولا ليه فيها برشا فيها برشا نتمنى يعني من ونطلب من السلطات الافراج فورا على معز وعلى ميغالو لانهم يعني ابريتو توانسه وعندهم فاميلياتهم وعندهم ناسهم والمتهم بريء حتى تثبت ادانته حتى تثبت ادانته هذوما عبيد شخصيات عامه جوستومون ومعناها تحيير ماليهم وكل شيء على اشاعات مبنيه نحاولوا يعني نتفهموا الحاجه هذيك غريبه قالوا على وسط جيت توقف مرتين حتى تو ملي عرفت توقف هاك نهار في ريانا افكتيفمون امن وزاد اليوم فهمتني هيك تكثر تطيح البقره تكثر السكاكينها بقى الموضوع راهو حساس برشا حساس شوف راهو القانون فوق الاراده يعني انا صاحبي معز ماذا بيخرج تو قبل الغدوه عنده بنيات بقى وعنده بنيات بقى نشوفوا احنا شنو المستجدات الموجوده لانه يعني قال الاخر السيدي هذا هو الصندوق الاسود اللي باش يكشف برشا حقائق انا اقول ربي يفرج عليهم ربي يفرج عليهم واحنا اليوم متضامنين مع معز بن غربيه وكيف كيف مع وسيم الحريسي ومع سمير الويفي ومع كيف زملائنا على خاطر مش كوربوراتيزم كما يقولوا ولكن اليوم مبدا احنا صحفيين وندافعوا ديما على الحريه واليوم هذوما ليهم مجرمين ليهم ارهابيين لا مش موقف لا محاله تحجير السفر عليه لكن احنا نقولوا اليوم ارهابيين مسيبين في البلاد ارهابيين اليوم حتى في مجلس نواب الشعب موجودين الا اللي عنده فيزاوات
جوستومون بربي اللي يشدوا في الناس فاضي يركزوا على الناس اللي لازمها تتشد توتافي معناها مصايبينهم اليوم مصايبينهم هلا راهو الموضوع هذا ما نعرفش يمس اذا كان فعلا راهو يمس حتى الامن القومي ما نعرفش مش ساهل الموضوع يمكن مانيش مسيطره عليها لا فوالا دونك انا علاش كل ماخذ الاشياء باحتراز شديد لانه موضوع قوي برشا مش نكتشفوا فيه حقائق لا اراك الله مكروهه باش نلقاو ناس كانت ربما في الواجهه كل سوا الواجهه شعلنا فيها ثم ناس اخرين باش نتفاجئوا بوجودهم من في الموضوع هذايا وانت مدير جريده يبتز موجوده اربع اسامي جديده كيما اربع اسامي جديده يعني رجال اعمال رجال اعمال مش خاطر يعني لا نعرف الاشياء شوف هو واجب التحفظ هذاك في كل بلاصه انا معك بقى الحكايه ماهيش ما تصورهاش باش تقعد في معزب غربيه وجا الميغال وخذ التليفون الميغال قال له قول له راني رئيس دوله نو جامي الحكايه اكبر من هكا الحكايه قاعده تخدم عندها برشا انا نعرف قلت لك العداوه المقيته بين سمير وما بين معز الحكايه عركه نتاع تدمير ربما مؤسسه معز قبل ما تتحل لانه معز قد يمثل هاجس اعلامي كبير لبرشا اصحاب مؤسسات اعلاميه معز عنده ستايل اخر يخدم به معز تسرع شويه في حكايه انه حب يعمل بوز من الايميسيون الاولى حب يتاكي بحكايه السيدي هذايا وحب مباراليل يرد الساعه ساعين لسمير اللي في لباس استهدفوا بطريقه قويه برشا وقال حقود ما يحبش الناس دونك الحكايه اقوى من هكا ان شاء الله إيجا اكبر من هكا ان شاء الله اللي في ازمه واللي ربي يفرج عليه ان شاء الله ربي يفرج عليه ربي يفرج عليه على كل منير ترودي مازالنا اربع دقائق تقريبا معاك الزياره كيفاش كان العمل وكيفاش شفتها الاكسبيريونس هذه هي تجربه تعتبر والخروج من الحضره والدخول تعتبر رائده لانه مستوى الاعمار ما يفوتش 24 سنه أيوة. مشروع شاب امتياز ما عندناش ناس معناها نستناو فيهم وقتاش قال الراجل ربي يهز نتاعو دونك المشروع متواصل عنده حتى 20 سنه لقدام او اكثر معناها نجم يتهيكل نجم يتخدم اكثر هو مشروع تاسيس ل مرحلة أخرى من الميغا سبيكتاكل اللي صاروا في تونس معناها سامي معناها أعطي صحة أنه استدعاني معناها في المشروع هذا أمن وزاد عرف يختار لأني زاد لو بوتونسييل اللي معناها موجود مش معناها نحكي على روحي ولكن كنت يمشي في انا 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 اسبقني اخذت تجربه من الحضره دامت اكثر من 20 سنه تقريبا او اقل بشويه زغندا عزوز بني بني نجوم خدمت حتى لبرا برشا دي ميغا سبيكتاكل دونك الاختيار كان موفق وحتى الاولاد اللي معانا مهدي عياشي ميغاني ايمن بن عطيه اللجمي انيس اللجمي عبد الرحيم وكل الاولاد كل حق اصوات شابه واعده سامي اللجمي نادالك باش يبيع بيك سبيكتاكل لا لا ما كناش معناها فما فيديت في سبيكتاكل اسمها منيره تودي فما ستار في سبيكتاكل اسمها منيره تودي دوتخ ولا العمل في حد ذاته فيديت ويبيع اجي نقول لك العمل سي فغي كان زاد اسم ولا اسم يبيع زاد ان بلوس ابار البيعان مساله اخرى ما عنديش علاقه بالاسماء كان لازم يكون الكونتوني تافه ويضر الاسم اللي يبيع المساله شادها محمد بوذينه من السوسيتي وهو قاعد يعرف يبيع ويعرف هو في يرمي جانب التجاري تبارك الله عليه ما شاء الله ربي عين الحسود فيها عود يعني جانب التجاري هكا نحيه شاشه واحده شاطره ما عنديش صحيح ما عنديش صحه وبشفاء عند شكون؟ شنو هي؟ شكون عند شكون؟ لا ما عنديش كلي هكا لا ماهيش مقرونة مقرون مقرون ما عندكش قرن اي انا عيني مقرونة معناها محب وذينا يعرف كيش يخدم عنده لي ريزو نتاعو عنده من الحرفية ما يأهله انه يكون من الرائدين معناها في تنظيم الحفلات الناجحة بكل صراحة وهذا يحسب له حاجة أخرى معناها منير ترودي علاش؟ لأنه زاد أنا نمن بالأعمال هذو نمن بالمشروع بالمشروع و...
وزاد علاش ليه معناها علاش ليه انه اني نكون انا ديما عندي اكثر من بروجي معناها في معناها ينجم يجي نهار كيما خرج منير ترودي من الحضره يخرج من زياره ويمشي لثنيه اخرى هذا في الغيب هذا في الغيب ما نعرفش بروجي اخر العلم عند الله العلم عند الله العلم عند الله ما نجمش ان معناها نتخيل حاجه ما صارتش معناها العلم عند الله نتصور انه ان شاء الله ديما ديما ملمومين مع بعضنا ديما اللي ميم الميسيان اللي لعبت معاهم والناس ديما مع بعضنا ديما ملمومين ما نصورش ان شاء الله ان شاء الله موفق على كل يعيش رودي تحيه كبيره ليك شكرا, شكرا ليك جزيلا شكرا جزيلا شكرا على الاستضافه يعيشك يا سيدي مرحبا بك ديما وغني ديما تعدل في كابا فام خاطر صوتك مزيان وخاطر زاد كيف كيف تغني وزيد هذا فوق هذاك الكوليكا عندك بوكو دو ريشيرش في الخدمه نتاعك وهذا نحبوه اليوم نحب اغنيه تونسيه اليوم تعجب وتشيخ هكا وتشرف تونس وتشرف تونس تدخل انت يزينا من المهل الكوميرسيال هذوما والجمهور عاوز كده ميرسي ا توت ليكيب اللي خدمت معنا في بلاش بوك لليوم ميرسي لسليم في الكوردينياسيون ميرسي هبه في التصوير ميرسي ايكيب نيوز ايكيب سبور ميرسي عبد الجليل ميرسي هيلا ميرسي بلال في التكنيك حسن الهميلي يقول لكم نهاركم زين نتقابلوا غدوه ان شاء الله من 6 ل 10 في الماتينال في كابوتشينو لينا صوفيا فرحات نختموا بحاجه هكا صوفيا نختموا بحاجه المنير الترودي الله يا لطيف اللطف ربي يلطف بلادنا لا لا غنيتها واسمعها ولا بصوتك كابا فان الكلمة ليك